هنقول والله وعملوها الرجاله، والله وعملوها الوحوش. بس قبل ما نخش ونقول وهنقول وحوش وذئاب الجبل والكلام ده كله، هنقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي اهلا بكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا، على طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب دودي سبورت. مليون مبروك لمنتخبنا الوطني، بس في بعض التعديلات عايزين نرده. بس قبل ما نخش بقى على الفيديو، ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ده ان شاء الله الى 30 40 50 لايك، وبنجح بيكم وبدعواتكم، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا عايزين نتكلم على كارلوس كروش ونقول له هل انت النهارده كنت باين الشوط الثاني؟ هل انت النهارده انت ليه متاخر في التغييرات؟ التغييرات دي انت بتعملها بمزاجك؟ فين زيزو؟ فين التالق؟ فين عمر مرموش من بدري؟ النهارده بعد الاراء وبعد التعديلات الجميله في الشوط الاول انت عامل مباراه هايله، الشوط الثاني انت ما جيتش، انت عايز ايه مرموش؟ كره باخر دقيقه او محمد اخر دقيقه في اخر متعه الاثاره؟ يا راجل انت لو عملت كده هتحط واحده كده زي ما انت عايز. النهارده فين؟ فين الرجاله في الشوط الثاني؟ مش شايفين الشوط الثاني؟ لا 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 لا، النهارده احنا بنكسب بدعاء الناس اللي كانت في الاستاد، ثم بدعاء المصريين اللي كانوا قاعدين في البيوت بيتفرجوا على الماتش، ثم بآراء الناس كلها في الحتة دي. وبنتكلم وبعد ما بنقول بصراحة بصراحة فأروع ما يمكن في لقاء اليوم، فعلا كارلوس كروش أثبت لي اللي هو لا يوجد في أي حاجة من ضمن في حتة الفنيات أو من بعض الآراء في الفنيات. لا 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 لا، كارلوس كروش مجاش الشوط الثاني، إحنا مجناش. كارلوس كروش النهاردة بيكسل التغييرات، بينزل مرموش وبينزل ياسر ابراهيم، والاثنين نزلوا عملوا شويه هايلين. ياسر ابراهيم عمل بدور، طلع حوالي انفرادين ثلاثه بالكور بالعرض. وماني النهارده، ماني النهارده عامل سكينه في الحلاوه، ماني النهارده يعمل كده، هو ده سادو ماني بتاع ليفربول الانجليزي؟ لا 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 لا، سادو ماني النهارده يا جماعه اثبت فعلا اللي هو خمسه ماني، مش واحد بس، خمسه ماني بيلعبوا في ليفربول الانجليزي. النهارده التألق بيعمل كده، يعدي من عمر جابر ويعدي من النني باتنين في لعبه واحده بشكل غريب. الراجل بيترقص، بيقول لك سنه اولى كوره، سنه اولى كوره بيعمل كده، يعني اي ناشئ في مصر هنا مش هيعدي الترقيصه دي بسهوله بالشكل ده. يا راجل ده انت لعبت، انت لعيب دولي، ازاي يعدي منك بالشكل ده؟ الراجل ده انت مش، هو مش احسن منك في حاجه، انت قليل قوي يا جماعه. فعلا الراجل بيعدي بسرعته وعنده المراوغه وعنده المرونه. فعلا النهارده يا جماعه صادو مانيه متألق فوق العاده، صادو مانيه النهارده فعلا 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 توفيق ربنا سبحانه وتعالى اللي ما خلوش النهارده عمل حاجه. النهارده جمهور مصر كله كان دعم فني كبير، قوه ضربه كبيره لجمهور مصر كله بعد التألق بتاع اليوم اللي فعلا قدرنا نفوز النهارده 1-0 مع الرقفه. لسه عندنا العوده ما ننساش يوم الثلاث، وان شاء الله باذن الله نقدم مباراه احسن من اللي هنا ان شاء الله باذن الله، علشان نخش كاس العالم واحنا مستريحين 22 بقطر. وفعلا ان شاء الله باذن الله يكون كل الدعم وكل امنيات برضو مكسب النهارده، والمكسب بيجيب مكسب، والفرحه بيجيب فرحه، والتألق بيجيب تألق، والابداع بيجيب كل حاجه حلوه. وطبعا النهارده ان شاء الله بنقول مبروك لجمهور مصر كله على النتيجه، وان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله تنتظرونا ان شاء الله باذن الله. ويا رب ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم. وعايز قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ان شاء الله الى 30 او 35 لايك، 40 لايك، 50 لايك، وان شاء الله بنجح بيكم وبدعواتكم. ومليون مبروك للمنتخب الوطني، وان شاء الله هنقول مليون مبروك مليون مره ان شاء الله، علشان النهارده الفوز ده فعلا 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 تألق ابداع جميل ان شاء الله باذن الله. انتظروني في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله ملعب دودي سبورت. وما ننساش نعمل اللايكات والاشتراكات ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ونشيره زي ما انتم عايزين ان شاء الله على الفيس وانستجرام. وباذن الله بنجح بيكم وبدعواتكم، بشكركم. سلام عليكم.